بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور ياسر. إن شاء الله هنحاول نتعرض للمفاهيم والايتيمز او السبجكتس اللي بيتم تدريسها في الانجينيرنج فيزيكس كورسز او كورسات الفيزيكس او مقررات الفيزيكس لطلبة الهندسة او للانجينيرنج ستودنتس. إن شاء الله في خلال تعرضنا للمفاهيم والمواضيع اللي هنشوفها مع بعض هيكون التعرض ليها بمزيج من اللغة العربية واللغة الإنجليزية بحيث يكون مناسب للديفرنت باك جراوندز سواء كان بيتم تدريسها بالإنجليزي أو بالعربي. نرجو إن الجهد ده أو المادة المقدمة تكون مادة أو مفيدة ومناسبة للفهم الأعمق لهذه المواضيع. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في أول شابتر أو أول ليكتشر محاضرة مصغرة هيكون عن الدايمنشنز أند يونتس أو الأبعاد والوحدات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبتدي مع بعض أول يونت هنبتدي نتكلم فيه مع بعض اللي هو هيبقى الوحدات والأبعاد اليونتس أند دايمنشن. السؤال بتاعنا إحنا عايزين ناخد إيه من الأيتم ده أو نفهم لإيه بنهاية السبجكت ده أو الموضوع ده. إحنا أول حاجة ما نيجي نتكلم إحنا عندنا فيزيكال كوانتيتيز. الفيزيكال كوانتيتيز أو الكميات الفيزيائية. فيزيكال كوانتيتيز اللي هي الكميات الفيزيائية يعني ايه؟ زي اي حاجة في الدنيا بتشوفها، يعني لو بنتكلم على السرعة او الفلوستي، لو بنتكلم على الاكسلريشن او العجلة، لو بنتكلم على الفورس او القوة، كل دي كميات فيزيائية. الحقيقة برضو عشان نبقى واضحين مع بعض احنا هنتكلم او هنختصر في الجزء ده على الكميات الفيزيائية في الميكانيكال سيستمز. يعني احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على الميكانيكال سيستم او الانظمه الميكانيكيه اللي هنبتدي نشتغل فيها. السؤال بتاعنا بمنتهى البساطه نقدر نترجم ان احنا عندنا الكميات الفيزيائيه دي نقدر نقسمها لنوعين او لصنفين، الكميات الفيزيائيه الاساسيه والكميات الفيزيائيه المشتقه. الكميات الفيزيائيه الاساسيه اللي هي البيزك فيزيكال كوانتيتيز. ايه البيزك فيزيكال كوانتس اللي هي اقدرش اشتقها او ما اقدرش اجيبها من حاجه تانية، دي لازم اقيسها او لازم تو بي ميجرد او لازم تبقى موجوده انبوت بتاعي. الفيزياء المشتقه اللي هي ممكن من الاساسيه اقدر اكونها. عشان نقدر نوضح الكلام ده كله او نبسطه شويه احنا هنشوف مع بعض كاننا بالظبط عندنا شويه مكعبات او بلوكس. بلوكس زي ايه؟ عندي شويه مثلثات بالمنظر ده كده، ده النوع الاولاني من البلوك. زي ما يكون عندك مكعبات اخضر واحمر وازرق، في مكعبات او بلوكس تانية عبارة عن دوائر اللي احنا شايفينها كده، ده نوع تاني من البلوكس. في نوع تالت او رابع من البلوكس اللي هو ممكن يبقى عبارة عن مربعات بالمنظر ده كده. طيب احنا لو بصينا، معلش الاخير ده ما كانش مربع قوي، لو احنا بصينا يبقى انا عندي دي بنسميها زي بالظبط الفيزيكال كوانتيتيز. هي يعني اول حاجه السيركل والتريانجل والمربع السكوير، دول بنسميهم البيزكس. بتشكيله معينه ممكن اكون حاجه جديده او شكل جديد. يبقى انا لو جيت معاك ورحت مكون بالمنظر ده كده، خدت مثلا واحد احمر على اتنين ازرق واتنين ازرق، يبقى كونت كميه فيزيائيه مشتقه جديده. يبقى دي اللي انا عايز اترجمه دلوقتي، ان انا عندي كميات فيزيائيه اساسيه او البيزك فيزيكال كوانتيتيز زي بالظبط البلوكس او المكعبات، عندي احمر وازرق واصفر او عندي مربع وسيركل وتريانجل، دول الاساسيه. بتشكيله معينه بتنويعه معينه من هنا ومن هنا اقدر اوصل لكميه فيزيائيه مشتقه. تمام. السؤال بتاعنا بقى احنا لو بنتكلم على الميكانيكال سيستم، ايه الكميات اللي انا عايز اساله معاك دلوقتي؟ الكميات الفيزيائيه الاساسيه دي علامه استفهام دلوقتي، يعني عايزين نعرف مع بعض او نفكر ايه البيزك فيزيكال كوانتيتيز، ايه الحاجات الاساسيه اللي هي تبقى عامله زي البلوكس عندي، زي بدايه المكعبات عندي، اللي انا ما اقدرش اشتقها من حاجات تانية، هي الاساسيه اللي ممكن اكون بيها كميات فيزيائيه جديده. وبرضو عشان نركز انا دلوقتي بقتصر على الميكانيكال سيستم. الحقيقه لو ابتدينا نفكرنا تفكير بسيط جدا هنلاقي البيزك فيزيكال كوانتيتيز عندنا هنقدر نترجمهم في الميكانيكال سيستم بتفكير بسيط قوي، هيبقى عندنا ثلاثة بس البيزك فيزيكال كوانتيتيز. ايه اللي هما؟ رقم واحد ال، مين ال ده يا ريس؟ ده اللي هو اللينث. وتاني حاجة الماس، الكتلة.
وتالت حاجة اللي هو التي اللي هو التايم. فعلا لو انت ركزت معايا شوية التلاتة دول مش ممكن هقدر اشتقهم من حاجة، يبقى ده التايم بتاعي مش ممكن انا بقيس التايم وبعدين الماس برضو يبقى عندي كتلة او ماس معينة مش هقدر اشتقها من حاجة تانية، ما ينفعش اجيب كذا وكذا وممكن اجيب منهم الماس. نفس الحكاية اللينث او الايه اللي هو الطول اللي نقدر نتكلم عنه، يبقى عندي ثلاث كميات فيزيائية او بيزك فيزيكال كوانتيتيز اللي هم الطول والكتلة والزمن او الماس and time and ايه length. تمام، دول في الميكانيكال سيستم. لو انت بتتكلم على سيستمز تاني، لو بنتكلم على الكتروستاتيك او كهربيه، يبقى لازم احط التشارج او الشحنه، لان لازم يبقى في تشارج وشحنه ودي ما اقدرش اشتقها من حاجه تانيه. لو بنتكلم على سيستم زي الثيرمودينامكس او الحراريه، يبقى لازم احط التمبريتشر او درجه الحراره لان مش ممكن اشتقها من حاجه تانيه. انما في الميكانيكال سيستم عندنا الثلاثه دول، فدول هنقول مع بعض دول التلاتة بيزك دايمنشن، التلاتة بيزك فيزيكال كوانتيتيز اللي هبتدي اشتغل بيهم. طيب فهنقول مع بعض ان اللينث بتاعنا ده، هنقول ان الدايمنشن بتاعته، الدايمنشن بتاعته هتبقى عبارة عن كابيتال ال، وعشان ما نقولش ان احنا بنتغير حاجة هنحطها بتوين تو براكتس بالمنظر ده كده. يبقى كل الحكاية ان انا الدايمنشن بتاعتي او البعد بتاعه هو عبارة عن كابيتال ال. لو بنتكلم على الماس او الكتله هنقول الدايمنشن بتاعته هي عباره عن كابيتال ام بالمنظر ده كده. لو بنتكلم على التايم اللي هو الزمن هيبقى الدايمنشن بتاعه هو الكابيتال تي بالمنظر ده كده. يبقى كده قدرنا نقول مع بعض ادي البيزك فيزيكال كوانتيتيز عباره عن 3. يبقى انا دلوقتي انا عندي 3 دايمنشن، 3 دايمنشن زي ما احنا شايفين مع بعض. ايه 3 دايمنشن؟ اللي هم رقم واحد البيزك دايمنشن اللي هي ال اللي بتريفير او بترجع لللينث، تاني حاجه الماس الكابيتال ام اللي هي بتريفير للكتله، تالت حاجه الكابيتال تي اللي هو بيريفير معاك للايه؟ للتايم. جميل، يبقى دول مين؟ دول الدايمنشنز بتاعتهم. يبقى ده الدايمنشن، يبقى انا لو وصلت معاك لغايه دلوقتي ان انا عندي بيزك 3 او 3 بيزك دايمنشن او ثلاث ابعاد اساسيه اللي هم ال والام والتي. جميل، الثلاث كميات الفيزيائيه او الفيزيكال كوانتيتيز اللي احنا قلنا عليهم اساسيين دول او بيزك، دول الدايمنشن بتاعهم هنقيسهم بايه؟ ايه اليونتس بتاعتهم او الوحدات بتاعتهم؟ هنبتدي نفكر مع بعض. الوحدات بتاعتي هتبقى عباره عن الوحده بتاعتي، يعني الحقيقه واحنا هنا هنتعرض على الاس اي سيستم، الوحده بتاعت الميت اللي ان لينث هتبقى الميتر اللي هي عباره عن ام، الوحدة بتاعت الماس اللي هي عبارة عن الكيلو جرام، وبعدين الوحدة بتاعت التايم او اليونت بتاع التايم هيبقى السكند. حلو جدا، يبقى دول اللي بنتكلم عليهم مين؟ دول الوحدات بتاعتي بس بأني سيستم؟ بالاس اي سيستم. مين الاس اي سيستم ده؟ الستاندرد يونت سيستم اللي هو الايه، ستاندرد انترناشونال او النظام الدولي بتاعنا. هما دول التلاتة اللي بنتكلم فيهم بعض. تمام، يبقى ده وصلنا مع بعض لغاية دلوقتي ان انا عندي 3 بيزك فيزيكال كوانتيتيز اللي هما ليهم ابعاد اساسية بتاعتي ال والام والتي، وبالتالي نقدر نجيب الوحدات بتاعتهم. هنقدر نشيل ال دي والريفير بتاعها للماس او الميتر بتاعي اللي هو المتر، ونريفير لليونت بتاعت الام بالكيلو جرام، ونريفير لليونت بتاع التايم بالسكند بتاعتي. تمام، ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله؟ احنا دلوقتي عايزين نعرف، دلوقتي بدراستنا عايزين نعرف نقدر نعمل اربع حاجات، او اللي انا عايز اعمله معاك دلوقتي اربع حاجات. رقم واحد ايه اللي احنا عايزينه؟ رقم واحد عايزين نجيب الدايمنشنز واليونتس بتاعت اي فيزيكال كوانتيتي في الميكانيكال سيستم، يعني عايزين نجيب الابعاد وحدات الكميات المشتقة. جميل، طب رقم اتنين برضو نفس الحكاية، وانا شغال بقى في شوية فيزيك او فيزيكال كونستنس، يعني ايه؟ يعني عندي ثوابت فيزيائية معينة ما بقاش عارفها، بتبقى في رولز معينة، بيبقى نفسنا برضو بنهاية
الليكتشر بتاعتنا الصغيره دي، عايزين نعرف الفيزيكال دايمنشنز واليونت بتاعت الفيزيكال كونستنتس اللي هي الثوابت الفيزيائي، ثوابت او ثابت فيزيائي، عايزين نجيب له نفس الحكايه. تالت حاجه، انا ممكن يبقى عندي علاقه فيزيائيه معينه، عايز اتشيك العلاقة الفيزيائية دي او الفيزيكال ريليشن دي، عايزين نتشيك او نتأكد هل يا ترى صحيحة ولا لا. هنعمل تشيكنس اوف فيزيكال ريليشن. يعني هنتأكد او التأكد من صحة علاقة فيزيائية. حلو. رابع حاجة، هنعمل حاجة اسمها dimensional analysis. ايه ال dimensions analysis ده او التحليل البعدي؟ ده المقصود بيه او المطلوب مننا ان احنا نقدر نجيب to get physical relation، او نقدر نحصل على علاقة فيزيائية between dependent parameter. يعني هنجيب علاقة فيزيائية بين كميات مرتبطة ببعضها أو معتمدة على بعض. دي الأربع حاجات اللي أنا عايز اقدر احسبهم او نقدر نجيبهم بنهايه الايه الشابتر بتاعنا ده او الجزء بتاعنا. يبقى اول حاجه عندنا فيزيكال كوانتيتيز اللي هي المشتقه او بقيه الفيزيكال كوانتيتيز بتاعه الميكانيكال سيستم، عايزين نقدر نجيب الابعاد والوحدات بتاعتهم. رقم اتنين، عايزين نقدر نجيب دايمنشنز اليونت بتاعت فيزيكال كونستنت، عندي ثوابت فيزيائيه معينه عايز اجيب الفيزيكال الدايمنشنز اليونت بتاعتها. رقم ثلاثه، عايز نتشيك لو عندنا فيزيكال ريليشن، عايزين نتشيك هل يا ترى فيزيكال ريليشن ممكن تبقى صح ولا اكيد غلط، فده اللي عايزين نشوفه مع بعض. رقم أربعة، الدايمنشن اناليسيز او التحليل البعدي، وده معناه ان انا اقدر اجيب ريليشن او الفيزيكال ريليشن بتوين ايه، بتوين كميات فيزيائيه معتمده على بعض، وده اللي احنا عايزين نبتدي واحده واحده. هنبتدي مع بعض في اول حاجه اللي هو عايزين نجيب الدايمنشنز واليونت بتاع فيزيكال كوانتيتيز الكميات الفيزيائيه المشتقه، عايزين نجيب الابعاد والوحدات بتاعتها. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ ولا حاجه، هنبتدي على طول باكزامبلز. اول حاجه نفترض نتكلم مع بعض على على الفلوستي او اللي هي السرعه. طيب نبتدي الحكايه مع بعض. الفلوستي نجيبها ازاي؟ يبقى لازم اول حاجه نجيب الفيزيكال كوانتيتي دي بتتكون من مكعبات شكلها ايه، من البيزك فيزيكال كوانتيتي ازاي مع بعضيها، ازاي اصنف او افرمط او اوصلها لغايه البيزك فيزيكال كوانتيتي. نبتدي مع بعض. الفيلوسيتي دي بتاعتي الديفينيشن بتاعها هي عباره عن لينس اوفر تايم، ده ايه، ده البيزك ديفينيشن بتاعي او التعريف الاساسي بتاع السرعه اللي هو مسافه على الايه، على الزمن. تمام. يبقى انا بمنتهى البساطه لو اجيب الدايمنشن بتاعي، يبقى هجيب الدايمنشن بتاع اللينث على الدايمنشن بتاع التايم. يعني الدايمنشن بتاع اللينث زي ما قلنا هو عباره عن ال كابيتال، الدايمنشن بتاع التايم تي كابيتال، يعني تطلع الدايمنشن بتاعتها ال تي ماينس 1. طب لو عايز اجيب اليونت، اليونتس بتاعتي عباره عن كام؟ والله ال دي تبقى متر والسكند يبقى متر اوفر ايه؟ اوفر سكند. ادي اول فيزيكال كوانتيتي. يبقى دي لو بنتكلم على رقم واحد. الرقم اللي بعد كده خليك معايا واحده واحده والدنيا هتبقى اسهل من كده ان شاء الله. اللي بنتكلم مع بعض على الاكسلريشن اللي هي العجله، تجاب ازاي الاكسلريشن او العجله؟ واحده نرجع تاني، الاكسلريشن ايه الديفينيشن بتاع الاكسلريشن؟ والله هي عباره عن التشينج اوف ذا سبيد او التشينج اوف ذا فيلوسيتي وذ ريسبكت تو تايم، عباره عن التغير الزمني للسرعه. يعني افتكر معايا من ايام زمان هي عباره عن فيلوسيتي بير تايم. جميل. يبقى انا لو بجيب الدايمنشن بتاعتي يبقى دايمنشن اوف اكسلريشن ايكوال دايمنشن بتاع الفيلوسيتي على الدايمنشن بتاع التايم. طيب الدايمنشن بتاع الفيلوسيتي جت منين؟ ده انا لسه كاتبها فوق دلوقتي، عباره عن ال تي ماينس 1. يعني لو رجعنا مع بعض يبقى عباره عن ال تي نيجاتيف 1 مقسومه او ديفايدد باي التي، يبقى تي، يبقى الكلام ده عباره عن ال تي نيجاتيف 2.
ده الدايمنشن بتاع الاكسلريشن، ده الابعاد بتاعتها. لو بتتكلم معايا على اليونتس، جميل، اليونتس برضو بنشتغل بالاس اي يونت اللي هو النظام الدولي او الستاندرد سيستم بتاعي، اللي تبقى متر تي باور 2، يعني عباره عن سكند باور ماينس 2، اللي هي ممكن تكتب متر بير سكند سكويرد. تمام. اللي بعد كده لو بنتكلم مع بعض على حاجه زي الفورس، القوه، الفورس القوة تتجاب ازاي؟ افتكر معايا الفورس الديفينيشن بتاعها عبارة عن ماس multiplied by acceleration، عبارة عن الكتلة مضروبة في العجل. نرجع تاني، يبقى انا لو بجيب الدايمنشن بتاع الفورس يبقى عبارة عن دايمنشن بتاعة الماس multiplied بالدايمنشن بتاع الاكسلريشن، يعني تطلع في الاخر عبارة عن ام. والاكسلريشن لو انت مركز معايا دلوقتي، الاكسلريشن اهي، ادي ال ال تي ماينس 2 دي الاكسلريشن، صح كده ولا غلط؟ صح طبعا. يبقى نطلع مع بعض، يطلع عباره عن ال تي نيجاتيف 2. يبقى ده الفورس بتاعي. لو بتتكلم على اليونتس بتاعت الفورس، يونت اوف فورس، يونتس اوف فورس تبقى عباره عن، ممكن نشيل الكيلو جرام، اللينس بتاعتي تبقى عباره عن متر، والتايم بتاعي عبارة عن سكند ماينس 2، اللي هي لو انت فاكر كنت بتسميها نيوتن. جميل. طب كمل معايا، لو عايز تقيس معايا حاجة زي الدنستي اللي هي الكثافة، الكثافة ازاي الدنستي؟ ارجع معاك اللي كنت بديها رمز بعد كده اسمه رو. الرو بتاعتي لو انت فاكر دينستي عبارة عن ماس اوفر فوليوم، كتلة على حجم. خلي بالك ان الفي دي كالحجم. طيب الماس بتاعتي، يبقى الرو بتاعتي عبارة عن ماس، ماس اللي هي كتلة يبقى كابيتال ام. الفوليوم بتاعي عبارة عن ايه؟ الفوليوم ده لو انت بتفكر ده عبارة عن لينث في لينث في لينث، طول في طول في طول، اقسمها او اريا مالتبلايد باي لينس، اي حاجه. يبقى الكلام ده يطلع عباره عن ايه؟ ال باور 3، لان الفوليوم عباره عن 3 ال مع بعض، لو فنطته او فصصته كده يبقى عباره عن 3 لينس. يطلع معايا الدنستي عباره عن ام ال ماينس 3، اللي هو هيطلع معايا اليونت بتاعتي، يونتس اوف رو، تبقى عباره عن كيلو جرام بير متر كيوب. صح كده؟ تمام. اللي بعد كده لو انت بتتكلم معايا على البريشر اللي هو الضغط، نفرير مع بعض اللي هو الكابيتال بي، بتجاب ازاي الكابيتال بي؟ افتكر معايا الكابيتال بي اللي هو عبارة عن فورس بير اريا. جميل. ده الفورس بتاعتي عبارة عن فورس هي اللي احنا عارفينها مقسومة على الاريا. تتجاب ازاي دي بقى؟ واحدة واحدة. يبقى البريشر بتاعي عبارة عن فورس اللي هو عبارة عن ام ال تي نيجاتيف 2 مقسوم على الاريا اللي هي هتبقى ال سكويرد، صح كده ولا لا؟ لان الاريا دي عبارة عن لينث في لينث، يطلع في الاخر عبارة عن ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. ده الايه؟ ده الحاجة الثالثة اللي هي البريشر. لو انت عايز معايا يبقى ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. يبقى انت لو بتتكلم على البريشر تاني زي ما شفنا من شويه او من ثانيه واحده، عباره عن ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. طب لو عايز اجيب اليونت بتاعته، انا ايه اللي يوديك كده؟ اليونت بتاعته ترجع تاني للريليشن اصلي، البريشر عباره عن فورس اوفر اريا، يبقى اليونت بتاعتي عباره عن نيوتن بير متر سكويرد، اللي ساعات بتسميه باسكال، زي ما تحب اعمل اللي انت عايزه. طيب اللي بعده لو بتتكلم على الورك اللي هو الشغل، تجيبه ازاي الورك والشغل ده؟ افتكر معايا الديفينيشن بتاع الورك بتاعك هو عباره عن فورس multiplied by distance. طبعا الكلام ده مش اكزاكتلي لانه بعد كده اما نشوفه مع بعض ده هيبقى الفورس دوت ديستنس او دوت displacement، فهيبقى في دوت برودكت وضرب قياسي وقصه، بس في الاخر هو عباره عن فورس، فيزيكال كوانتيتي فورس وفيزيكال كوانتيتي ديستنس اللي هي المسافه، وبتضربوا مع بعض. يعني هو ده اللي احنا ايه هنتكلم فيه مع بعض، فورس
وديستنس. ترجع معايا الفورس دي جاب ازاي؟ تاني معايا، يبقى لو عايز اجيب الورك بتاعي يبقى الفورس دي عباره عن ام ال تي نيجاتيف 2 زي ما شفناها من شويه. ال اللي هي مين؟ ديستنس اللي هي مسافه، يبقى عباره عن لينث. يبقى لو رجعت تاني للشغل بتاعي يبقى يطلع الكلام ده كله عباره عن ام ال سكويرد تي ماينس 2. حلو جدا. طب لو بتتكلم على اليونتس او الابعاد بتاعته تبقى عباره عن ايه؟ فورس، فورس البعد بتاعها ايه؟ سوري، اليونت بتاعتها ايه؟ نيوتن. ودي ديستنس يبقى ايه؟ متر. دي متر ودي نيوتن، يبقى عباره عن نيوتن متر. حد فاكر الكلام ده عباره عن ايه؟ نيوتن متر ده بالظبط، ده في الاس اي يونتس بنسميه جول اللي هو الجي. حلو، ده الورك بتاعي. طيب نكمل مع بعض ايه اللي بعد كده. لو بتتكلم معايا على حاجه اسمها كاينتيك انرجي اللي هي مين؟ كاينتيك انرجي يعني اللي هي طاقه الحركه. طيب طاقه الحركه بتتجاب ازاي؟ افتكر معايا الكاينتيك انرجي بتاعتي اللي هي هاف ام في سكويرد. نبتدي واحده واحده بقى ونشوف القصه بتاعتي. ايه الام ده بقى؟ ان شاء الله ثانيه واحده معايا كده. اول حاجه الفيلوسيتي، وشفنا اليونت بتاعه الفيلوسيتي شفتها من شويه عباره عن ال تي نيجاتيف 1. نرجع لليه خمس دقيقتين ورا، الماس هتبقى عباره عن كابيتال ام، والنص ده هنعمل فيه ايه؟ لا لا انسى بقى معايا واحده واحده. النص ده او الهاف ده هنسميه نيوميريكال كونستنت. يعني ايه ده؟ ثابت عدد. يعني ايه برضه؟ يعني بمنتهى البساطه النص دي نص رقم 5 3 1 2، ملهوش ابعاد، ليس له ابعاد. يعني بالراحه كده معايا يعني هتقول عليه على طول ايه؟ هتروح دايس بقلب جامد ده دايمنشن لس، ملهوش ابعاد، ليس له ابعاد. انرجي بتاعت الدايمنشن بتاعها بالراحة كده مع بعض، اتفقنا مع بعض ان الهاف ده او الكونستنت العدد ده ملوش لازمة خلاص. هنيجي نخش الام بتاعتنا يبقى ام، والفي بتاعتي اخلي بالي ان هي سكويرد زي ما احنا شايفين، فبالتالي هتبقى ال تي نيجاتيف 1 باور 2، يعني يطلع في الاخر ام ال سكويرد تي ماينس 2. وبالتالي هتبقى برضو نفس الحكاية. لو بصينا مع بعض هنلاقي حاجة ممتازة أو حاجة هنشوف بالنا من حاجة منها، إن أنت لو أنت شفت معايا إن الـ dimensions بتاعت الـ work نفس الحكاية، الـ dimension بتاعت الـ energy أو kinetic energy same، وده صح، فبالتالي كل الـ energy أكيد أي energy هنلاقيها هتبقى اي نوع من الانرجي هتوصل في الاخر ان الدايمنشن بتاعتها هتبقى عبارة عن زي ما شفنا ام ال سكويرد تي نيجاتيف 2، وبالتالي اليونت بتاعها او الوحدات بتاعتها هتبقى جول. طب ما هتيجي نتأكد من الحكاية دي، هنتأكد منها ازاي؟ نجرب مع بعض. لو بنتكلم على البوتنشال انرجي او طاقة الوضع، لو بنتكلم على البوتنشال انرجي عند زي اكزامبل دلوقتي، وبنتكلم اللي هي طاقة الوضع، طاقة الوضع أو الـ different in potential energy أو difference in potential energy اللي هي فرق طاقة الوضع delta potential energy، بيطلع m g h، وده خلي بالنا مش بيبقى طاقة الوضع، ده difference in potential energy. فاكر معايا؟ الـ g اللي هي الـ acceleration، الـ h اللي هي الـ height، وده هيبقى الـ H بتاعت اللي هنا لو بنتكلم على الـ difference in potential energy، فده يبقى فرق الارتفاع أو الـ height بتاعي difference، والـ G بتاعتي اللي هي الـ acceleration أو عجلة الجاذبية الأرضية. فبالتالي لو احنا عايزين نجيب الـ potential energy الـ dimensions بتاعتها هتبقى عبارة عن M بتاعتي اللي هي كتلة، أو عبارة عن هتبقى M capital، الجي بتاعتي acceleration اللي هي لسه شايفينها من شوية ال تي نيجاتيف 2، الاتش بتاعتي اللي هو عبارة عن height يعني length. لو احنا ضربنا الكلام ده في بعضه يطلع معايا نفس الحكاية اللي شفناها من شوية،
يبقى الـ dimension بتاع الـ potential energy هيبقى it's given by the following dimension m l squared t negative 2، بالظبط زي أي energy شفناها قبل كده، وده كان متوقع لأنهم كلهم energy بس different forms أو صور مختلفة للـ energy، بس في الآخر هم energy يبقى ليهم نفس الـ dimensions، وبالتالي هيبقى الـ unit بتاعتي هتبقى برضو جو. ده اللي احنا ايه شفناه مع بعض. طيب اخر حاجة عشان نخلص الايتم رقم واحد، هنتكلم بعد كده على حاجة اسمها الباور. الباور بتاعتك لو انت فاكر الباور اللي انت كنت ساعات بتديها يعني رمز او السيمبل بتاعك بي، اللي هي بالعربي اللي هي القدرة. طيب الباور بتجاب ازاي؟ الباور هي عبارة عن الريت اوف تشينج اوف انرجي وذ ريسبكت تو تايم، هو معدل التغير بتاع الطاقة بالنسبة للزمن. يعني الباور بتاعتي عبارة عن انرجي او شغل وذ ريسبكت للتايم بتاعي او دلتا تي. فبالتالي لو انت بتتكلم على الباور بتاعتك، انا مش عايز الخبط بين البي وبين الحاجة التانية، فهتبقى عبارة عن ام ال سكوير تي نيجاتيف 2 اللي شفناها من شوية مقسومة على تايم يعني تي. يعني يطلع في الاخر ان الباور بتاعتك دي عبارة عن ام ال سكويرد تي نيجاتيف 3. ولو بتتكلم على اليونتس بتاعتك، هي عبارة عن يونتس بتاعت انرجي، يونتس بتاعت انرجي اهي الانرجي بتاعتك، هي يونتس بتاعتها تبقى عبارة عن جول مقسومة على اليونت بتاع التايم اللي هي السكند. جول بير سكند لو حد فاكر هتبقى عبارة جول بير سكند، اللي هي تبقى حاجة مشهورة جدا اسمها الوات. ده بالديفرنت او بالايه بالكلام اليونتس بالاس اي يونتس او الستاندرد سيستم بتاعي. طيب كده يبقى احنا تقريبا ولا خلاص. خلينا ناخد كمان حاجة ايتم اخير. لو بتتكلم على الفريكوانسي اخباره ايه؟ ادي حاجة اخيرة، الفريكوانسي بتاعتك اللي هو التردد، اللي هو ساعات بنعملها بالاف كابيتال وساعات بيعملوها ميو، بس الفريكوانسي بتاعك ديفينيشن بتاعي عباره عن ايه؟ 1 اوفر بريودك تايم، تايم اللي هو البريودك تايم او الزمن الدوري. البريودك تايم هو تايم في الاخر، فالفريكوانسي بتاعك عباره عن هتبقى 1 اوفر تايم يعني تي نيجاتيف 1، وبعدين اليونتس بتاعتك اللي هي ممكن تعملها السكند ماينس 1 اللي بنسميها هرتز. كده يبقى احنا قدرنا نشوف مع بعض او وصلنا ان احنا نخلص الايتم او الجزء الاولاني من الاهداف او الجولز بتاعت الشابتر دي، ان احنا نقدر او عندنا دلوقتي الكابابيلتي او الابيلتي او القدره ان احنا نجيب الدايمنشنز واليونت بتاعت اي فيزيكال كوانتيتي في الميكانيكال سيستم. فده يبقى احنا خلصنا الايه الايتم نمبر 1. دلوقتي هندخل على الايتم نمبر 2 اللي هو بنتكلم فيه. لو انا عندي فيزيكال كونستانت عاوزين نجيب الدايمنشنز واليونت بتاعته ازاي؟ طيب احنا دلوقتي ان شاء الله مع الايتم نمبر 2 في الشغل بتاعنا، ان احنا هنجيت هاو تو جيت ذا دايمنشنز اند يونتس اوف فيزيكال كونستانت. السؤال بتاعنا ازاي هنجيب الكلام ده؟ الاجابه هتكون ان احنا بمنتهى البساطه هنشوف الريليشن اللي فيها الفيزيكال كونستنت ده، ونبتدي ندور ازاي نجيب الدايمنشنز واليونت بتاعته. ابسط مثال اللي احنا هنتكلم مع بعض على الريليشن، ان احنا عاوزين نفكر مع بعض ان شاء الله. لو انا عندي تو باديز بالمنظر ده كده، البادي الاولاني الماس بتاعته او الكتله بتاعته m1، والبادي التاني الكتله بتاعته m2. نتيجه التو باديز دول جنب بعضهم هيحصل بينهم gravitational force أو قوة تجاذب، هيحصل لهم تجاذب مع بعض. الكلام ده إن شاء الله هنتعرض له later في الإيه في الـ gravitation إن شاء الله. طيب زي التجاذب أو قوة التجاذب الموجودة بين الـ Earth وبين الـ Sun أو بين الأرض وبين الشمس، بين أي اتنين ماسس في الدنيا هتبقى القصة دي كده. يقول لي لو الـ distance اللي بينهم كانت عبارة عن R between الـ centers بتاعتهم، فبيقول لي إن الـ force بتاعتي دي هي عبارة عن ثابت اسمه جي multiplied الماس الأولانية الماس الثانية and inverse proportion أو متناسبة تناسب عكسي مع ال r square. تقريبا بالنسبة لنا الكلام معروف، الماس الأولانية والماس الثانية والديستانس اللي بينهم r squared.
اللي هيحصل معانا ان انا في عندي ريليشن دلوقتي او في حاجة دلوقتي اول مرة اسمع عنها، الجي ما سمعتش عنه قبل كده. ايه الجي ده بقى؟ الجي ده هو عبارة عن universal constant of gravitation، اللي هو ثابت الجذب العام. تمام. السؤال بتاعي دلوقتي هي الدايمنشنز بتاعته واليونت بتاعته بكام؟ طيب هنفكر مع بعض ونشوف مع بعض ازاي نجيب الكلام ده. الحل الوحيد بس ان احنا نجيب الكلام ده كله in one side وبقية الريليشن كلها في السايد التاني. يعني هنجيب الجي بتاعتي كده، هناخد الجي في one side على left hand side مثلا، وبقيت كل الايتمز على الرايت هاند سايد. يعني هاخد الجي في جانب من المعادله وكل البارامترز التانيه او المتغيرات التانيه في الجانب التاني من المعادله. لو بصينا كده هتبقى عباره عن اف ار سكويرد اوفر الماس الاولانيه الماس التانيه. يبقى انا لو عايز اجيب الجي بتاعتي هتبقى عباره عن الاف بتاعتي الار بتاعتي سكويرد M1 M2 equation بتاعتي. لسه شايفين من شوية ان ال F بتاعتي تبقى عبارة عن MLT negative 2، ال R ده عبارة عن distance يبقى L وبعدين في squared فوق، الماس الأولانية عبارة عن M، الماس التانية عبارة عن M. يطلع الكلام ده كله عبارة عن ايه؟ ماس negative 1 L cube T negative 2 بس. خلاص لو انت عايز تجيب اليونتس بتاعته، اليونتس بتاعته عندي حل من الاتنين. الحل الاولاني ان انا اقول ان هي عبارة عن متر كيوبد على كيلوغرام سكند سكويرد، او الحل التاني ان انا ابص للريليشن اصلا. فين الريليشن دي يا ريس؟ الريليشن سهلة جدا اهو، هبص على الريليشن تاني. يبقى الجي بتاعتي تبقى عبارة عن اف يبقى نيوتن، الار سكويرد تبقى متر سكويرد، الماس الاولانية كيلوجرام، الماس التانية كيلوجرام. يعني ممكن تبقى اليونتس بتاعتي اكسبريشن تاني نيوتن متر سكويرد اوفر كيلوجرام سكويرد، اللي يعجبك منه اشتغل بيه. تمام. طب ما تيجي نشوف حاجة تانية ونفكر مع بعض في ريليشن تانية. ايه الريليشن التانية يا ريس؟ example number 2 بيقول لي والله احنا لو عندنا فيسكس سائل لزج او بالمنظر ده كده، في سفير نازلة جوه فيسكس فلويد بفلوستي معينة. يعني عندك سفير اوف راديوس are moving with velocity v in a viscous fluid. اللي يحصل معاك تاني عبارة عن كرة لها نصف قطر r تتحرك بسرعة v في سائل لزج. اللي يحصل معايا ان على طول هيبقى في حاجة اسمها ايه؟ هيجي لي حاجة اسمها قوة الاحتكاك او الفريكشن فورس. هيبقى في حاجة اسمها اف اللي هي عبارة عن فريكشن فورس. الكلام ده هندرسه ان ديتيلز بعد كده، بس احنا بنتكلم ايه؟ قوة احتكاك. طيب تفتكر معايا الفورس دي هتعتمد على ايه؟ الفورس دي قوة الاحتكاك دي بتديبنس على كذا حاجة. لو انت الفلوستي بتاعتك، الريديوس بتاعي، تالت حاجة نوع السائل. دول التلات حاجات اللي احنا ايه الفورس بتاعتي بتعتمد عليهم. فاحنا لما هنشوف الريليشن بتاعتنا كان الريليشن
بتاعتي بمنتهى البساطة هتبقى كده. بقول ال F بتاعتي هو هتك، كان بتطلع 6 باي ايتا في ار. جميل، انا شفت ال V دي الفورس، فريكشن فورس او قوة احتكاك، ده الفيلوسيتي بتاعت الكورة اللي بتنزل، ودي الريديوس بتاعها. الجديد بقى عندي النهاردة، او الجديد عندي في المسألة دي او في البروبلم دي، ان في حاجة اسمها ايتا، معامل اللزوجة او coefficient of viscosity. تمام، السؤال بتاعي انا اول مرة اسمع عنه، فعايزين نعرف مع بعض نجيت الدايمنشنز بتاعته، وعايزين نجيب الايه اليونت بتاعته كمان. تمام، طيب نشوف مع بعض. وطبعا ده ممكن نعتبره ده ايه الجزء الاول من السؤال، بس هنجيبه ازاي تاني؟ ادي الايتا بتاعتي، لو بنجيب الايتا بتاعتي هتبقى الاف بتاعتي مقسومة على الفي والار. طبعا مش عايز افكرك، وكنت عايز برضو اقول لك عليها ونعيد تاني، خلي بالي تاني الستة باي دول ايه، ثابت عددي، نيوميريكال كونستان، ملوش ابعاد، يبقى دايمنشن لس، ملوش ابعاد خالص، يبقى هنهمله. نطلع يبقى الاف بتاعتي، نكمل تاني الشغل بتاعنا. الاف بتاعتي عبارة عن، يبقى الايتا بتاعتي عبارة عن اف، عبارة عن ام ال تي نيجاتيف 2 مقسومة على الفلوستي اللي هي ال تي نيجاتيف 1، الريديوس اللي هو ال L. يبقى يطلع معايا ان الايتا بتاعتي تبقى عبارة عن ام موجود عندي، ال اوفر ال سكوير، يبقى ال ماينس 1 تي ماينس 2 اوفر تي ماينس 1، يبقى ال ام تي ماينس 1. ادي الحكايه، خلاص كده، خلاص كده. لو عايز تشتغل يونت سهله قوي، يبقى كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 1، ده الايه، ده الجزء كده. يبقى احنا خلصنا الايه الشابتر او البارت التاني من الشغل بتاعنا. هنا احنا دلوقتي لو عندنا physical constant وعايزين او would like to get the dimensions units بتاعته، نقدر نجيبها بمنتهى البساطة. تمام، يبقى دلوقتي هنخش مع بعض على الايه، على البارت نمبر 3، ان احنا عايزين نتشيك في physical relation موجودة عندي، عاوزين نتشيك هل يا ترى الphysical relation دي صح من ناحية الدايمنشنز والأبعاد ولا غلط. دلوقتي هنبتدي مع بعض الايتم التالت من الشغل بتاع الدايمنشنز اند يونتس، الابلكيشن بتاعتنا، ان احنا وود لايك تو تشيك ا فيزيكال ريليشن. ازاي نقدر باستخدام الابعاد والدايمن، الابعاد او الوحدات والابعاد، ان احنا نتحقق من صحه علاقه فيزيائيه. الحقيقه عشان نتحقق من صحه علاقه فيزيائيه، كل ان احنا لازم نتاكد منه كل الحكايه، الشرط بتاعك او الكونديشنز بتاعتك عشان تبقى صح، اوف رايت ريليشن، يعني لتحقق صحة العلاقة لازم يكون في شرط نتحقق، ان الليفت هاند سايد، ليفت هاند سايد الدايمنشنز بتاعته بتساوي الدايمنشن بتاعت الرايت هاند سايد، يعني ابعاد الطرف اليمين للمعادلة بتساوي نفس ابعاد الطرف الشمال. وبالمرة كده عشان نكمل مع بعض، ده ايه اول شرط ممكن نتأكد منه. طب لو في وسط العلاقة بتاعتك في عملية جمع او طرح، جمع او طرح، لازم برضو الدايمنشنز بتاعتهم تكون ايكوال، الكمية المجموعة، الكمية اللي بيحصل لها مجموعة، الصمد الكوانتيتي، الكمية الدايمنشن المجموعة أو المطروحة نفس الكمية المجموعة.
لان انت اكيد منطقي جدا ان انت لما هتعمل صم او تجمع حاجتين لازم الحاجتين يكونوا نفس الدايمنشن، تجمع فورس على فورس، تطرح فورس من فورس، ما تقدرش تجمع لينث على ماس، فبالتالي شرط من الشروط لازم يكون كده. بالمرة حاجة تالتة، لو انت في وسط الريليشن بتاعتك كان في ساين مثلا ايه الفا تي بلس بي اكس، ايه اللي يحصل؟ لازم الحاجات اللي في وسط العلاقة بتاعتك لازم يكون ساين، لازم الحاجات اللي جوه الساين او الكوساين اي حاجة ترانجمتري فانكشن دي لازم تكون دايمنشنلس. لازم الشرط بتاعك الكونديشن بتاعك لازم ما يكونش ليها ابعاد، لان في الاخر اللي جوه الساين ده عباره عن انجل او عباره عن فيز، فبالتالي يكون دايمنشنلس ما يكونش ليه ابعاد. والشرط التاني برضو لما تكون عندك علاقه زي كده لازم الشرط التاني يتحقق ايه، الساين على بعضيها دي كده بقى برضو نهايه الساين على بعضيها لازم تكون برضو دايمنشنلس. تمام، يبقى انا دلوقتي الحقيقه وانا شايف اي ريليشن هيبقى لازم الطرف اليمين رقم واحد، الطرف اليمين بتاعي لازم يكون ايكوال للطرف الشمال من ناحيه الدايمنشن. رقم اتنين، لو بيحصل عمليه جمع او عمليه طرح summation او subtraction خلال الايكويشن بتاعتي او الفيزيكال ريليشن، لازم الكميات اللي بجمعها او الكميات اللي بطرحها لازم تكون have the same dimension، ليها نفس الابعاد. تالت حاجه، لو في وسط العلاقه بتاعتي في حاجه زي الساين او الكوساين او اي حاجه من هذه الفانكشن sinusoidal function، لازم اللي جوه الساين ما يكونش ليه دايمنشن والساين على بعضيها الاوتبوت بتاعها ما يكونش ليها دايمنشن. ده كده ايه الشروط الاساسيه او الذي يجب توفرها، must be applied or must be satisfied ان العلاقه بتاعتي ان هي ممكن تبقى صح او تبقى صح من ناحيه الدايمنشنز او من ناحيه دايمنشنز بوينت اوف فيو او من ناحيه تحقق شروط تساوي الابعاد بتاعتها. طيب لو حبينا ناخد اكزامبل شويه على الكلام ده كله، انا عايز اكزامبل رقم واحد، بنعمل بيقول لك النهارده عاوزين نعمل تشيك ريليشن، في ريليشن موجوده بيقول لي ان الورك بتاعتي عباره عن ام جي اكس سكويرد، تشيك الكلام ده كله. طيب عشان نعمل تشيك الكلام ده كله ولا حاجه، هنجيب الليفت هاند سايد نشوف الابعاد بتاعته او الدايمنشنز بتاعته عباره عن ايه. الطرف الشمال اللي هو الورك اللي احنا جبناه من شويه كان عباره عن دايمنشن بتاعته عباره عن ام ال تي ماينس 2 ال سكويرد تي ماينس 2 اللي هي زي اي انرجي. تمام، نيجي للرايت هاند سايد بتاعنا نشوفه مع بعض، عباره عن ماس، عباره عن عجله جاذبيه الارضيه او جرافيتي اكسلريشن، وعباره عن ديستانس سكويرد. نشوف مع بعض الكلام ده يتجاب ازاي يا شباب. كل الحكاية بتاعتنا واحدة واحدة، الماس بتاعتي هتبقى كابيتال ام، الجي بتاعتي اكسلريشن شفناها من شوية عبارة عن ال تي ماينس 2، الاكس بتاعتي عبارة عن ال بس بيقول لي سكويرد يبقى الكلام ده سكوير، يعني يطلع الكلام ده عبارة عن ام ال باور 3 لان هنا في واحد وهنا في اتنين يبقى تلاتة، هنا في اتنين وهنا في واحد يبقى 3 و ال ماينس 2. لو بوصيت او عملت كومباريزون بين الطرف اليمين والطرف الشمال لقيتهم مش ايكوال، يبقى الريليشن على طول از نوت رايت، مش صح، الريليشن بتاعتك بايظه خلاص ما تنفعش، يبقى اكيد غلط، اكيد غلط، ده اللي احنا ايه متاكدين منه. طيب لو حبينا نشوف اكزامبل تاني ونشوف مع بعض اكزامبل 2، بيقول لي انا عندي الفيلوسيتي بتاعتي الفي بتاعتي عباره عن الفي اي بتاعتي او الفي فاينل بتاعتي عباره عن في اي بلس اي تي، عباره عن اكسلريشن وتايم فيلوسيتي. يبقى لازم اول حاجه هتشيك الفي نوت بتاعتي بتساوي كام، الفي اي بتاعتي عباره عن ايه، الاي في التي اكسلريشن بتاعهم بيساوي كام. مفروض الحقيقه ان الدايمنشن الشرط اللي انا هشوفه ان الثلاثه دول الدايمنشن بتاع ده والدايمنشن بتاع ده حاجات بتتجمع والدايمنشن بتاع الحاجه بتساوي
must be equal. ده مين اللي must be equal؟ ال dimensions. ليه؟ لأن الحاجات دي يا إما بجمعها يا إما بإيه أعملها equalization أو بساويها ببعضها، فبالتالي التلاتة لازم يكونوا إيه؟ equal. ده الشرط اللي أنا إيه عايز أعمل له تشيك، لازم أعمل تشيك للحكاية دي، هل يا ترى الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ طيب نشوف مع بعض. ال V node بتاعتي هي عبارة عن velocity، مش مشكلة بقى دي الفاينل velocity، السرعة النهائية البدائية أي حاجة، هتبقى عبارة عن ال T negative 1. ال VI velocity برضو ال T negative 1. نيجي مع بعض على ال acceleration. ال acceleration وال time، إيه ال acceleration وال time؟ ال acceleration بتاعتي هي عبارة عن ال T negative 2، ال time بتاعي عبارة عن T، يبقى نضربهم مع بعض يبقى ال تي نيجاتيف 1، يبقى الكلام ده صح. نقدر نقول مع بعض ان الريليشن ساتيسفاي ذا دايمنشن كونديشن. الحقيقه الريليشن دي انا المعلومات اللي عنها ان هي صح من ناحيه الدايمنشنز، الله اعلم بقى الفيزيكال بقى ريليشن صح اكسبيرمنتال او صح من ناحيه ثيوريتيكال ولا لا، بس البيشنت دي ساتسفاي او حققت شرط الايه؟ تساوي الدايمنشن، فبالتالي من وجهه نظر الدايمنشن صح. ده الكلام الايه؟ اللي بنتكلم فيه. بالمره بقى ناخد اكزامبل سريع كده. اكزامبل تالت. اكزامبل التالت يا شباب اللي احنا عايزين نفكر فيه مع بعضينا، بيقول لي ان انا عندي واي عباره عن ديستنس او فيرتيكال ديستنس ايكوال اي ساين اوميجا تي بلس كي اكس بلس الفا. تمام، ايه المطلوب مني؟ والله هو مطلوب مني في العلاقه دي او في الريليشن دي تو جيت ان هي تو بي رايت، عايز يجيب الدايمنشنز اوف، عايزين نجيب الديمنشن بتاعت الـ A والأوميجا والـ K والألف. ده السؤال. على فكرة دي إيكويشن بتاعت ويف إيكويشن أو ترافلينج ويف إيكويشن، يمكن هنتعرض لها في شابتر ويف لو هشتغل مع بعض إن شاء الله. تمام، السؤال بتاعي نيجي نشتغل مع بعض بقى واحدة واحدة، هنحل الكلام ده إزاي أو نفكر في الكلام ده إزاي. أنا وصلت معاك دلوقتي عشان الريليشن دي تبقى صح لازم يبقى كل الكلام ده كله دايمنشن بس ملوش ابعاد. تمام، يبقى كده اول حاجه مبدئيا الاوميجا تي على بعضها لازم بتساوي الدايمنشن بتاع الكي ملتبلايد باي اكس على بعضه، لازم يكون بيساوي الدايمنشن بتاعت الالفا على بعضهم، لان الثلاثه دول ويل بي سامد هيتجمعوا مع بعض، يبقى الثلاثه لهم نفس الدايمنشن، فبالتالي يكون ليهم دايمنشن لس. حلو، يبقى خلاص، يبقى أول حاجة أنا عرفتها دلوقتي إن الألفا بتاعتي dimensionless. طيب نيجي أول حاجة، دي أول حاجة. تاني حاجة لو بنتكلم أوميجا تي، أوميجا تي يبقى dimension بتاع الأوميجا multiplied by dimension بتاع التايم، يعني أوميجا في الدايمنشن بتاع التايم يبقى dimensionless، يعني واحد ملهاش زيرو، كل حاجة باور زيرو، يبقى بالتالي أنا آسف يعني كان في حاجة كنا المفروض ما نكتبهاش كده. dimensions بتاعت ال t دي time هتبقى capital T equal 1، then ال dimension بتاعت الأوميجا نقدر نتكلم الكلام ده كله، الأوميجا اللي هي أصلا هتعرفها بعد كده later اللي هي ال angular frequency، يبقى ده معناه ايه يا شباب؟ ان الدايمنشن بتاعت الاوميجا عبارة عن 1 over t، يعني equal t negative 1. ادي تاني حاجة. بنفس الطريقة لو بنتكلم على k x برضه دايمنشن لس، ال k مش عارفينها لغاية دلوقتي، لغاية ما نبقى نعرفها، الاكس بتاعتي اللي هي الديستنس، يبقى الكلام ده هيطلع ان الكي كدايمنشنز في الاكس اللي هي اللينث ايكوال 1، يبقى ده هنقدر نقول مع بعض فيه ده هيقول لي ان الكي بتاعتي
الدايمنشن بتاعتها ال ماينس 1. يبقى كده جبت 3 حاجات. طيب نكمل مع بعض الريليشن، افكرك تاني بالريليشن. كنت بتقولي ان الواي بتاعتي بتساوي ايه؟ ساين اوميجا تي بلس كي اكس بلس الفا. طيب انت عرفت ايه؟ انا لغاية دلوقتي عرفت، نعرف عرفت الالفا بتاعتي بكام، وعرفت الكي بتاعتي بكام، وعرفت الاوميجا بتاعتي بكام. قلنا مع بعض ساين 30 ساين 40 ساين اي رقم هيطلع في الاخر عبارة عن نمبر، عبارة عن رقم يعني ثابت عددي، يعني كل الساين دي دايمنشن لس، ليس لها ابعاد. فبالتالي على طول كده معناه ايه؟ يعني الواي بتساوي الايه مضروبة في رقم ملوش ابعاد، يبقى على طول الدايمنشن بتاعت الواي هي نفسها الدايمنشن بتاعت الايه اللي هي بتساوي لينث، لان دي عبارة عن ديستنس او ازاحة، displacement او ازاحة. فبالتالي تبقى ايه تاني اللي كان عايزين نوصله مع بعض؟ ان لما بتعمل سميشن لاي حاجة لازم يكون ليهم نفس الابعاد. لما يكون جوه حاجه جوه الساين يبقى كل الحاجات اللي جوه الساين دي ابعادها لازم تكون دايمنشنلس، الساين في حد ذاتها على بعضيها دايمنشن لس. كده يا شباب يبقى احنا خلصنا الايتم التالت، ان احنا would like to get او to check a physical relation، نفسنا نتحقق من صحه علاقه فيزيائيه، بنتحقق بس من ناحيه الدايمنشن. لو اتحققت الشروط بتاعتنا يبقى العلاقه دي صح من ناحيه الدايمنشن، لو ما اتحققتش العلاقه دي يبقى العلاقه دي اكيد غلط. تمام، نيجي بقى ندخل مع بعض على الايتم رقم 4 واخر ايتم في الشابتر او في المحاضرة الصغيرة بتاعتنا دي. فدلوقتي هنقدر او هنشوف ازاي نقدر نجيب ريليشن او فيزيكال ريليشن بتوين ديبندنت بارامترز، يعني بمعنى اصح في شوية متغيرات فيزيائية، شوية المتغيرات الفيزيائية دول أو الفيزيكال بارامترز دول بيعتمدوا على بعض بطريقة ما أو بريليشن معينة. إحنا عارفين إيه البارامترز اللي بتعتمد على بعضها، بس مش عارفين الفيزيكال ريليشن. باستخدام الدايمنشن أناليسيز، الحقيقة دي النقطة دي بنسميها دلوقتي كأننا هنعمل حاجة اسمها دايمنشنال أناليسيز، هنشوف مع بعض إزاي نقدر نجيب الريليشن بتاعتنا دي. هي اسهل حاجه لشرح الكلام ده كله ناخد اكزامبل سريع كده. بيقول لي ان في البندلوم بتاعنا او البندول بتاعنا، البندلوم بتاعنا بيبقى عباره عن سمول سفير كونكتد وذ سترينج، يعني عباره عن كوره صغيره كده متعلقه بخيط معين، وبنسيبه يروح ويرجع، يعني بيعمل فايبريشن او بيعمل اوسيليشن او بيعمل حركه تردديه. طيب بيقول لك انا لقيت ان البريودك تايم الزمن الدوري، بريودك تايم قال لك طلع، او احنا لما شفناه بالقياسات بتاعتنا طلع بيعتمد على او بي ديبنز اون من لحاجتين، ال بتاعتي اللي هو طول الخيط او لينث اوف سترينج. البرامتر التاني اللي بيعتمد عليه اللي هو الجي اللي هي الجرافيتي اكسلريشن بتاعتي او عجله الجاذبيه الارضيه، طبعا اللينث بتاع سترنج اللي هو الايه ال فوق ده كده. هو ايه قال لي انا ده الجيفن بتاعي، ان في بريودك تايم زمن الذبذبه او الايه وان اوسيليشن تايم بتعتمد على حاجتين اللينث والجي. انا ما اعرفش الحقيقه، طب انا عايز اجيب الريليشن، اجيب الريليشن ازاي؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نشتغل مع بعض. انا دلوقتي اقدر اقول معاك ان التي اللي هو البريودك تايم هيقدر يقول هو بيتساوي بيعتمد على الجي وبيعتمد على اللينث. طيب بس بيعتمد عليهم انفرس بروبورشن ولا بروبور دايركت بروبورشن، يعني تناسب عكسي ولا طردي؟ ما اعرفش. الحاجه الثانيه هل يا ترى حتى لو بيتناسب طردي الباور بتاعه واحد ولا اثنين ولا نص ولا ثلاثه على اثنين ولا ايه بالظبط؟ ما اعرفش. فبالتالي هو كل القصه بتاعت الانونز بتاعتي هو التناسب بتاعه باور كام؟ فانا مش عارف، فانا هحط اي باور بمجهول معين الفا وبيتا، وبيبقى مشكلتي في الحياه هو الالفا دي بكام والبيتا دي بكام، الالفا دي بكام والبيتا دي بكام. يعني انا دلوقتي خلاص هو بيعتمد على الجي بس مش عارف بباور كام، وبيعتمد على ال بس مش عارف باور كام، وفي الاخر
هو ممكن يكون مضروب في اي رقم. الحقيقة الرقم اللي هيبقى مضروب فيه ده انا مش هعرفه خالص، اللي هو الكي، وده بنسميه ثابت عددي، ولا هيفرق معايا حاجة لان انا مش هقدر احصل عليه اخر، لان ليس له دايمنشن او ليس له ايه ابعد. طيب يبقى مشكلتنا دلوقتي اتحولت لايه؟ ان انا دلوقتي مش عارف، ان انا دلوقتي مش عارف الالفا دي بكام والبيتا دي بكام. طب هنجيبهم ازاي؟ الحقيقة ما عندناش غير حاجة واحدة بس، ان احنا لازم ايه؟ ابعاد dimensions of left hand side لازم تكون ذاته في ايه؟ of right hand side. يبقى الحل الوحيد والطريقة الوحيدة لازم تساوي الابعاد لطرفي المعادلة او طرفي الايه؟ العلاقة بتاعتي. هو ده الحل بتاعي. يبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش غير خطوتين. اول حاجه كتبت العلاقات بالبارامترز بتاعتي مع بعضيها، بس الباورز مش عارفهم فحطيتهم باي متغير او اي مجاهيل او انونز الفا وبيتا. وعشان اجيب الباورز دي اللي هي الانون اللي هي غير معروفه، مش هعمل غير حاجه واحده بس، هساوي الابعاد بتاع طرفي المعادله زي ما هنشوف دلوقتي. وده اللي هنطبقه دلوقتي، ان احنا هنجيب الدايمنشن بتاع طرف الشمال ونجيب الدايمنشن بتاع طرف اليمين ونساويهم ببعض. طيب يلا، الليفت هاند سايد بتاعي اللي هو التي هيبقى عبارة عن تي. طيب هو مش اكتر من كده. طيب يبقى اللي هيحصل معانا التي بتاعتي يبقى عبارة عن الجي بتاعتي كدايمنشن باور الفا واللينث باور بيتا. يبقى ده هيطلع تي. الجي بتاعتي عبارة، الجي بتاعتي عبارة عن ال تي نيجاتيف 2 زي ما شفنا من في اول الشغل الشابتر ده. واللينث بتاعك زي اي لينث في الدنيا هو عبارة عن طول بس يبقى باور بيتا. نكمل الكلام ونجمع الباور. يبقى كده ال ال بتاعتي هنا هو باور الفا بلس بيتا. جت منين؟ هنا في الفا وفي هنا بيتا مضروبة في التي. التي باور كام؟ زي ما احنا شايفين اهو الباور بتاع التي في ماينس 2 وفي الفا، يبقى ماينس 2 الفا. بس كده. يبقى ده اللي حصل معاه. نساوي مع بعض واحدة واحدة. فين الكلام ده كله لما هنساويه مع بعضه؟ اهو ادي التي ليفت هاند سايد ايكوال ال باور الفا بلس بيتا تي ماينس 2 الفا. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ثلاث حاجات. انا الحقيقه نرجع تاني، هو ايه البيزك دايمنشن بتاعتي؟ بيزك دايمنشن عندي ام، عندي ال، عندي تي. ايه اللي يحصل؟ لازم الدايمنشنز ايكوال، ونفس الحكايه لللينس دايمنشنز في الطرف اليمين والشمال يبقى ايكوال، والدايمنشن في الطرف اليمين والطرف الشمال يبقى ايكوال. طيب واحده واحده، الايكويشن اللي عندي دي ان ببص عليه، الطرف اليمين هل يا ترى فيه ام؟ لا، يبقى هنا زيرو. الطرف الشمال هل يا ترى فيه ام؟ مفيش ماس خالص، يبقى زيرو. يبقى اتحققت اول حاجه، واتحققت ملهاش اي لازمه الحقيقه لان زيرو ايكوال زيرو. نيجي مع بعض على ال، ادي بتكلم على ال. الطرف اليمين الشمال الليفت هاند سايد هنا هو مفيش ال، يبقى الباور بتاع ال بزيرو. الطرف اليمين هنا هو ال ال بتاعتك الفا بلس بيتا. تاني يا شباب انا بشتغل بحاول مين؟ بحاول اساوي الباورز الاسس في الطرف اليمين والشمال. جميل. نيجي نتكلم على اللي بعديها اللي هي التي. بص مع بعض على التي. التي في الطرف الشمال باور واحد، تي باور 1، ما هي ما فيش حاجه. والطرف اليمين او الرايت هاند سايد التي بتاعتي باور ماينس 2 الفا. ادي كده الحقيقه عندي الايكويشنز اللازمه ان انا اقدر اجيب الالفا والبيتا. مين؟ نبص على الايكويشن 3 دي على طول، ماينس 2 الفا بيساوي 1، يبقى على طول تطلع لي ان الالفا بتاعتي بيساوي ماينس هاف. اخد الكلام الجميل ده كده واعوض بيه في الايكويشن نمبر 2، اهي الايكويشن نمبر 2 الفا بتاعتي البيتا بتاعتي هتبقى ايكوال ماينس الفا، يعني تبقى ايكوال هاف.
خلصت الحكاية. يبقى العلاقة بتاعتي طلعت كام؟ إن التي بتاعتي عبارة عن ثابت عددي مش هعرف أجيبه بالدايمنشن أناليسيز، مضروب، ارجع تاني، مضروب جي باور ألفا، جي باور ألفا اللي هي ماينس هاف، مضروب في ال باور بيتا اللي هي مين؟ هاف. ده الكلام ده كله، دي كانت ألفا وكانت بيتا. يبقى كانت المشكلة كلها إن أنا عايز إيه؟ عايز أجيب الألفا بكام والبيتا بكام عشان اجيب العلاقة بتاعتي. عايز تظبط الشكل احسن، نظبطه مع بعض. يبقى التي بتاعتي ايكوال كي اللي هو الثابت العدد للمرة التانية والتالتة، مش هقدر اجيبه باستخدام الدايمنشن اناليسيس، لازم اشتغل بالثيري، مضروب ال باور هاف يعني كأنها روت ال باور جي ماينس هاف يعني روت جي تحت الايه، تحت الروت بالمنظر ده كده بس تحت. ادي كده العلاقة بتاعتي اللي قدرت اوصل لها معي. تمام تمام نشوف مع بعض اكزامبل تاني. How to get relation between dependent parameters. بيقول لي والله احنا لو عندنا horizontal tube بالمنظر ده كده، انبوبة افقية بيمشي فيها سائل او fluid، السائل ده viscous او سائل لزج، viscous fluid سائل لزج، فبيقول لي كمية الفوليوم أو كمية الحجمية أو معدل التدفق الحملي rate of flow اللي هو معدل التدفق الحجمي، يعني بمعنى أصح قد إيه حجم من السائل بيمشي في ثانية واحدة أو فوليوم بالسكند، يعني خليها كابيتال فوليوم. طلع بيعتمد على، لما قاسه طلع بيعتمد على رقم واحد، بيعتمد رقم واحد فرق البريشر اوفر ذا لينث بتاعي، يعني فرق الضغط بين طرفين الانبوبه مقسوم على اللينث. رقم اتنين طلع بيعتمد او بيتبنس على الريديوس بتاع الانبوبه، ريديوس نصف قطر الانبوبه يعني، وطلعت بيعتمد على نوع السائل اللي هي الكوفيشنت اوف فيسكوستي اللي احنا قلناها قبل كده، برضو مش محتاج تبقى عارفه دلوقتي، هتعرفه بعد كده، اللي هو معامل اللزوجة للسائل. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ ده البي اوفر ال ده فرق الضغط على طول الانبوبة اللي هو ساعات بيسموه منحدر فرق الضغط او الريت اوف يعني جراديشن اوف بريشر طول. فده المطلوب عندنا. دلوقتي عندنا كام بارامتر؟ عندنا 3 بارامترز عايزين نتكلم عليهم. يعني عندي رقم واحد زي ما انت شايف، عندي بريشر ديفرنس بير يونت لينث، رقم اتنين عندي الريديوس بتاع الانبوبه، رقم ثلاثه عندي الكوفيشنت اوف فيسكوستي، وده كلهم الريت اوف فلو بيعتمد عليه. طيب هنحل الكلام ده ازاي؟ زي ما شفنا قبل كده هنعيد تاني الحكايه. الفي الريت اوف فلو بتاعي هيبقى ايكوال بريشر اوفر لينث، تمام، ومش عارف هو بيعتمد عليها او بيدمنسيت دايركت بروبورشن انفرس بروبورشن، فاديها اي باور، باور الفا. الريديوس بتاعي برضو ما اعرفش بيدمنس عليه ازاي، فهدي له باور بيتا. الايتا بتاعتي هديها باور جاما، وبرضو الكلام ده كله هيتضرب في ثابت عددي مش هعرف اجيب قيمته بكام ولا هعرف اجيب عنه اي حاجه، لان ده لازم اجيبه، لازم ليه الثيري بتاعتي. ويبقى تاني المسألة بتاعتي أو القصة بتاعتي اتحولت لإيه؟ أنا عايز أجيب كيفية التعامل أو كيفية الإيه؟ الديبندنس أو الاعتماد. يعني عايز أعرف الباور بتاع البارامتر الأولاني والتاني والتالت بكام؟ دول هم دول المشكلة بتاعتي. عشان أجيبهم يبقى لازم هنعمل تاني، هنجيب الدايمنشنز أناليس أو نعمل دايمنشن، الدايمنشن بتاعي بتاع الطرف اليمين. يبقى الدايمنشن بتاع الطرف اليمين هو نفسه الدايمنشن بتاع البريشر اوفر لينث بتاع الطرف الشمال، هو نفسه الدايمنشن بتاعت الار بتاعتي باور بيتا مضروبه في الدايمنشن بتاع الايتا باور جاما. ما عملناش حاجه غير ان احنا ايه، هنعمل دايمنشن اناليس. ده معدل التدفق الحجمي، يعني ايه؟ فوليوم مقسوم على تايم. يبقى لو بتكلم صح يبقى الكلام ده عبارة عن ايه؟ فوليوم
يعني ال باور 3 مقسوم على تايم يعني تي ايكوال بريشر. ارجع كده لاول حته في الليكشر بتاعت النهارده، البريشر بتاعك عباره عن ام ال نيجاتيف 1 تي نيجاتيف 2، ده البريشر. ده مين؟ ده البريشر بتاعك بس لوحده. يعني ما اكون بتكلم كده، ده كده، دول البريشر بتوع البريشر بس. طيب اللينث بتاعك، اللينث بتاعي عبارة عن ايه؟ نرجع تاني، اللينث بتاعي هو عبارة عن ال، يبقى مقسوم على ال، كل الكلام ده باور الفا. ريديوس، ريديوس عبارة عن ايه؟ ده لينث، يبقى ال باور بيتا. الايتا بتاعتك او الكوفيشنت بتاع الفيسكوستي احنا شفناه قبل كده، كان عبارة عن ام ال ماينس 1 تي نيجاتيف 1 باور جاما. اظن ما عملناش حاجه، كتبنا الريليشن بتاعتنا زي ما هي، حطينا الباورز اللي احنا مش عارفينها، عملنا ايه؟ قلنا نجيب الدايمنشن بتاعت الطرف اليمين بتاعت الايكويشن ايكوال ذا دايمنشن اوف ذا ليفت هاند سايد اوف ذا ايكويشن. لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه. طب عشان الايكويشن دي تبقى صح، ايه اللي المفروض يحصل؟ الباور اوف ام لازم تكون ايكوال، يبقى نشوف الباور ام بتاعت اليمين والشمال. الحقيقه قبل ما نظبط الكلام ده كله، يا ريت نكتب الايكويشن بصوره اظرف، فبالتالي مش مهم نجيب الباور دلوقتي. يبقى الكلام ده هيبقى عباره عن ال كيوبد تي نيجاتيف 1 ملتبلاي ايكوال ام ال نيجاتيف 2، لان ال ال ماينس 1 اللي فوق دي وال ال هنا حطيتهم بقت ماينس 2 تي نيجاتيف 2 باور الفا، في هنا ال باور بيتا، في هنا ام ال ماينس 1 تي ماينس 1 باور جاما دي 1. ادي كده الايه؟ الايكويشن بتاعتي. عشان الايكويشن تبقى صح، لازم الام الباور بتاعها في الليفت هاند سايد يبقى زي مجموع الباور في الرايت هاند سايد، ال ال الاس بتاعها في اليمين زي الايه؟ مجموع الاسس في الشمال، وهكذا. نشوف الثلاثه دول او الثلاثه ايكويشن دول اللي هيحلوا لي المشاكل او الثلاثه بارامترز اللي انا مش عارفهم لغايه دلوقتي. طيب نيجي مع بعض على الباور بتاعت ام. يبقى اول حاجه هنشتغل فيها باور اوف ام. لو وصلنا مع بعض على الباور اوف ام، هنلاقي في الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد هنا مفيش باور اوف ام، يبقى زيرو، باور زيرو يعني اللي هي بواحد يعني. الرايت هاند سايد هنلاقي فيه هنا ام، وهنلاقي فيه هما ام تانية، الام هنا هتبقى الفا باور الفا، والام التانية دي هتبقى باور جاما. يبقى دي اول ايكويشن بنتكلم فيها. تمام، نيجي مع بعض على تاني حاجة هنتكلم فيها اللي هي الباور اوف ال، باور اوف لينث. اللينث هنا لو بصينا مع بعض باور 3، يبقى الباور بتاعتي، خلي بالك انا بجيب الباور ال هنا ال ماينس 1 وفي الفا يبقى ماينس الفا، هنا في بيتا يبقى بلس بيتا، هنا في ال ماينس 1 وجاما يبقى ماينس جاما. يبقى بلس بيتا ماينس مين؟ جاما. يبقى دي الايكويشن نمبر 2. انا الحقيقه عندي 3 بارامترز، محتاج 3 ايكويشن. الايكويشن نمبر 3 لو بنتكلم صح، ادي الايكويشن نمبر 3 اللي هي هتيجي منين؟ من الباور اوف تايم. التايم بتاعتي هنا في الليفت هاند سايد ماينس 1، يبقى ماينس 1. في الرايت هاند سايد اول باور عندي ماينس 2، يبقى ماينس 2 الفا. التالتة ما فيش خالص، التانية يعني ال ال ما فيهاش، الاخيرة ماينس 1 يبقى ماينس جاما. يبقى دي الايكويشن نمبر 3. بعد كده عندي ثلاثة ايكويشن في ثلاثة انونز، الحقيقة سهلين جدا ممكن نحسبهم. يعني لو جبت الايكويشن نمبر 1 وجمعت عليها الايكويشن نمبر 3 يبقى عبارة عن كام؟ هيطلع ماينس 1 ايكوال ماينس الفا بلس 0، يروح مطلع لي ان الالفا بتاعتك ايكوال 1. ادي واحدة. لو رحت على طول معوض سبستيتيوت ان ايكويشن، وانا عوضت في الايكويشن رقم واحد، ايكويشن رقم واحد بتقول لك ان الالفا ايكوال نيجاتيف جاما، يعني تطلع ان الجاما بتاعتي ايكوال نيجاتيف 1. لو عوضت بعد كده
في الإيكويشن التانية يطلع 3 equal minus alpha يعني minus 1 plus beta اللي أنا مش عارفها minus gamma يعني minus minus 1، يروح مطلع لي على طول إن البيتا بتاعتي equals 4. خلصت المسألة. الكلام يطلع معايا إزاي؟ عرفت الألفا بكام والبيتا بكام والجاما بكام؟ يبقى نرجع تاني للعلاقة بتاعتنا، هيطلع معايا إن الـ V اللي هو الـ volumetric rate of flow عبارة عن K ثابت معرفوش، هيطلع معايا B over L اللي هي الـ pressure per unit length باور 1 مضروبة في الـ R باور بيتا اللي هو 4 مضروبة كمان في الايتا بتاعتي اللي هو الكوفيشنت اوف فيسكوستي باور ماينس 1 اللي الثلاثه باور اللي انا كنتش عارفها. عايز تكتب الريليشن باسلوب اظرف من كده، يبقى الفوليومتريك ريت اوف فلو ايكوالز كي اللي هو معادل التدفق الحجمي ايكوال كي بي اوفر ال، ايتا تبقى تحت وار باور 4 بالمنظر ده كده، ويبقى القصه بتاعتي خلصت لغايه كده. كده كان في ملحوظه بسيطه جدا ان انا في الدايمنشن اناليسيس انا ما اقدرش اساوي غير 3 باورز بس بتوع الام والال والتي، فبالتالي ماكسيمم فاليو اوف بارامتر ماكسيمم نمبر اوف بارامترز اللي ممكن اشتغل بيهم اونلي 3، ما اقدرش اجيب اكتر من 3 متغيرات، يعني اقصى عدد من المتغيرات عشان نقدر نستخدم التحليل البعدي او الدايمنشن اناليسيس هو يكون 3. ليه؟ لان انا عندي 3 ايكويشنز بس الام والال والتي. كده يبقى احنا الحقيقه خلصنا اول ليكشر هنا، هون اتعلمنا فيها اليونتس اند دايمنشن. لو انا حبيت اراجع معاك كان في 4 مين ايتمز اشتغلنا عليهم. رقم واحد كنت بتكلم معاك على اليونتس اند دايمنشن بتاع ديفرنت فيزيكال كوانتيتيز في الميكانيكال سيستم، قدرنا نجيبهم. رقم اتنين شفنا الثوابت الفيزيائيه بتاعتنا ازاي اجيب الدايمنشنز واليونتس بتاعتها. رقم ثلاثة لو كان في ريليشن جيفن عندي او معطى علاقه فيزيائيه قدامي اقدر باستخدام التحليل البعدي اتاكد هل يا ترى هي صح ولا هي غلط من ناحية الأبعاد، لو غلط يبقى أكيد غلط، لو صح يبقى هي ممكن تكون صح. رابع حاجة إن أنا في حاجة اسمها الدايمنشنال أناليسيس أو التحليل البعدي، لو عندي علاقة فيزيائية أو في يعني كمية فيزيائية بتعتمد على أذر فيزيكال كوانتيتي أو بتعتمد على كميات أخرى، فأنا أقدر أجيب العلاقة اللي بتربطهم ببعض بحد أو بشرط إن عدد المتغيرات ما تزيدش عن 3. أرجو أن تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لنا، أو أكون أضافت أو سهلت أو فهمت حاجات أو وصلت المعلومات أو المفاهيم المطلوبة بالنسبة لنا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.